الصدر ينزل عن الصدارة ويتراجع خطوات، الإطار يلف التيار. أنصار التيار الصدري ينهون حراكهم في بغداد استجابة لطلب زعيمهم. مقتدى يطالب إيران بكبح جماح أذرعها، والرئاسة العراقية تدعو لنهاية الانسداد. إذن عاد الهدوء للعراق بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وإنهاء الإطار التنسيقي اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد، لتنتهي بذلك ساعات ملتهبة عاشتها البلاد وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى. صراع التيار والإطار فتح باب التساؤل عن مستقبل البلاد، لكن يبدو أن الإطار قطع التيار وبات الملعب خاليا أمامه بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة، فبات الإطار التنسيقي وحيدا من دون خصم حتى الآن. وأمام الترتيبة الجديدة يدعو الرئيس العراقي لانتخابات مبكرة ضمن تفاهم وطني، في حين هدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة إذا استمرت الفوضى والصراع. العراق الذي يقف على قدم واحدة هو موضوع حلقة المؤشر لهذا الأسبوع. نتابع المزيد في تقرير عبد القادر ضواحي ثم نبدأ النقاش. تثار الدوائر على العراق، الأعرقة الكثيرة في بلاد لا يركب لها إطار ولا يمكن أن يقودها تيار. الكل يقول إلى أين يسير البلد الذي بات يختزل بتيار وإطار؟ ضياع سياسي وانسداد يقال إنه دستوري، ولا علاقة لعقيدة أو إيديولوجيا في الأمر. وحكاية العراق اليوم طويلة تختصر بهذا المشهد. أمام المشاهد المتشابهة لعراق الأمس وعراق اليوم، يعلن زعيم التيار الصدري اعتزال ملعب سبق أن غادره مرات كثيرة. السياسة التي نجح بها في محطات وأخفق في كثيرات، يدعو أنصاره لوضع نهاية لما يقومون به في المنطقة الخضراء، ويقول لم نعد نريد ثورة أيها الصدريون، فالأمر طال وطال كثيرا، وهذا يراه عراقيون استسلاما للخصوم الإطاريين الذين ربحوا جولة على السيد. ينتهي الرصاص في بغداد، فيجد الرئيس المناخ جيداً لمخاطبة العراقيين المنقسمين في الشارع وفي الرأي. يقول الرجل من قصره إن الانتخابات المبكرة سبيلنا الوحيد للخروج من عنق الزجاجة. يرد الكاظمي بعد ساعات: أنا سألحق بالصدر وأغادر إن لم يتم التوافق بين الأحزاب. وفي ظل الدعوات التي تلت الرصاص، تراقب دول كثيرة المشهد العراقي، ترسم سياساتها وتمسح أجندة، وعلى سيرة الأجندة تعيد إيران الحسابات وتكتفي بالمخاوف. لكنها الطرف الأكبر في التأثير على المشهد العراقي، ولكونها صاحبة التأثير يخاطب وزير الصدر طهران ويقول: الجموا الإطار الوقح في البلاد، فإلى أين يسير العراق الذي تتزايد فيه الرصاصات بشكل كبير في الملاعب كلها؟ حول هذا الملف معنا سامويل ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية مباشرة من دبي، ومعنا الدكتور مهند الجنابي أستاذ في العلاقات الدولية من أربيل، ومعنا محمد العقيلي رئيس المجموعة الدولية للأبحاث ودراسات من بغداد، ومعنا الدكتور غالب الدعمي الأكاديمي والباحث السياسي مباشرة من بغداد. أرحب بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع ضيفي من دبي سيد ويربرغ. أهلا بك سيد سامويل.
عكست التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض موقف الحياد من واشنطن إزاء ما يجري. لماذا وقفتم على الحياد على الرغم من أنه كان متوقعا أن تقفوا مع تيارات قومية عراقية منافسة لتيارات تابعة لإيران؟ إذا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. وبدلا من الحياد أنا أريد أن أقول أن الولايات المتحدة تدعم الشعب العراقي. نحن مع الشعب العراقي، نحن مع العراق لديها سيادة ولديها الاستقلال. ومنذ تقريبا 10 دقائق قبل هذا الحوار كان بيان من البيت الأبيض حول اتصال بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء كازمي. وفي هذا الاتصال منذ ساعات، والبيان من البيت الأبيض منذ فعلا دقائق، في هذا البيان البيت الأبيض قال إن الرئيس بايدن هو كان يوجه شكر للرئيس الوزراء كازمي لقياداته في هذه اللحظة الصعبة بالنسبة للتوتر والعنف العراق. وأيضا الرئيس بايدن هو كان يقوم بإشادة أداء قوة الأمن العراقية بالنسبة لعودة الأمن إلى الشوارع في العراق. وأيضا رئيس بايدن هو كان يتحدث مع رئيس الوزراء كاظمي حول الدعم الأمريكي للعراق وللشعب العراقي. هذا يتقاطع تماما مع البيان الصادر عن السفيرة الأمريكية في العراق ومع البيانات الصادرة عن الخارجية والبيت الأبيض. لكنكم سيد سامويل متهمون من قبل الشعب العراقي بأنكم تركتم العراق للميليشيات الإيرانية، وعكس ذلك الموقف الأمريكي في أفغانستان والانسحاب الأمريكي من أفغانستان. ماذا تقول؟ إذا في نهاية المطاف الولايات المتحدة ستقف جانب الشعب العراقي، و كان لدينا العلاقة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية وإلى آخره مع الحكومة العراقية ومع الشعب العراقي منذ سنوات. وفي نهاية المطاف هذه القضية بالنسبة للتوترات والصعوبات أمام الأطراف العراقية بالنسبة لتشكيل الحكومة وبالنسبة للمناقشات حول الدستور، كل هذه القضايا قضايا داخلية، قضايا عراقية، والولايات المتحدة لا تريد أن تدخل. في نفس الوقت الولايات المتحدة ستقف جانب بجانب كما رأينا في هذا الاتصال بين الرئيس بايدن والرئيس الوزراء كاظمي، وهو قال أن الولايات المتحدة ستدعم الجهود اللازمة الآن في العراق. طيب سيد سامويل، يعني بعد 20 عاما من حرب شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، قالت إنها من أجل إتمام الديمقراطية في العراق اليوم تقتصر البيانات الأمريكية على الدعوة للحوار ودعوة جميع الأطراف إلى الحوار. هل فقدتم أوراقكم في العراق؟ إذن كما ذكرنا في السؤال الأخير، كل هذه القضايا في يد العراقيين، ليس للولايات المتحدة أم إيران أو أي دولة أخرى أن تفرض إراداتها على الشعب العراقي. إذن لازم الشعب العراقي أن يختار من سيمثلهم في المجلس، من سيمثلهم في الحكومة، وما مسيرتهم. إذن ليس للولايات المتحدة أن تفرض كل هذه على الشعب العراقي. المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سيد سامويل ويربر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا. بالانتقال إلى ضيوفي من العراق أرحب بكم مجددا، أبدأ مع سيد غالب الدعمي. سيد غالب الدعمي، يعني خطاب مفاجئ للسيد مقتدى الصدر في الأمس، بئس الثورة، القاتل والمقتول في النار، يأمر الجميع بالانسحاب خلال 60 دقيقة. هل هذه خسارة صدرية في هذه الجولة أمام الإطار؟ سعدتم مساء ضيوفك الكرام وحضرتك. في الواقع قبل بيان قبل الخطاب اللي ظهر في التلفاز كنا مجموعة من الأكاديميين قلنا أنه سيسحب، سيوقف استخدام السلاح ربما، وسيسحب المتظاهرين إلى أبواب الخضراء، كنا هكذا نتفق. لكن المفاجأة كانت بسحب الجميع وفي 60 دقيقة. يعني هذا الموقف اللي صدر سبب أزمة في داخل التيار الصدري، أزمة ليس تمرد ولكن ألم كبير، وربما بعضهم أصابهم اليأس، ولكن الآن يبدو الأمور بدأت تأخذ نصابها الحقيقي وبدأ التيار
يجتمع من جديد. نحن نعرف إذا رجعنا لمسيرة التيار يعني قبل الانتقال إلى النقطة التي تريد أن تقولها يعني أريد أن أتوقف عما أشرت إليه عندما أشرت إليه بأن مسألة الانسحاب وسحب السلاح أو سحب السلاح تحديدا كانت متوقعة. كان الموقف الذي يتحلى به التيار الصدري في الشارع قوي جدا، استطاع أن يحسم الجولات السابقة بجدارة بفعل الشارع. لم يكن أحد يتوقع أن يخرج السيد مقتدى الصدر وأن ينسحب، بل وحتى أن يبدو قاسيا على مريديه. هذا لم يكن جليا، كان مفاجئا. وحتى أنا كنت متفاجئ حتى من انسحاب نوابه من البرلمان، وحتى كنا متفاجئين من انسحابه من الساحة التظاهرات. ولكن جرت العادة أن التيار الصدري والسيد مقتدى يتعامل مع جمهوره أحيانا، وسبق أن تعامل معهم بقسوة، ولكنهم لا يزعلون عليه في غالب الأحيان، وهذا طبيعة جمهور التيار الصدري. أعتقد هذه الطبيعة اللي يتميز بها هذا الجمهور، نسميه جمهور رياضي، جمهور عقائدي، جمهور غريب الأطوار، مطيع إلى حد كبير، يتحمل كل ما يقال إليه. يبدو هناك انزعاج كان من الزعيم التيار الصدري بهذا الشأن، لذلك تكلم معهم. ولا نستطيع حقيقة حتى في مسألة الخطاب الإعلامي وتحليله، حينما نضع هذا أمام، ممكن نذهب باتجاهات معينة، لكن التيار الصدري عموما أعتقد جمهوره سريع الالتئام وسريع العودة وسريع التعبئة، وهذه مواصفات لا يتميز بها. وقد لا أستبعد أن هذا الجمهور قد تراه قريبا وفق المعطيات التي أمامي. سيد غالب، لكن اليوم نحن نتحدث في استخدامه، نحن نتحدث عن سياق سياسي. السياق ليس سياقا رياضيا وحتى ليس سياقا شعبيا. صحيح أن قوة التيار الصدري في الشارع وفي الكرت الشعبي، لكنه يلعب سياسة في النهاية. هذا الخطاب، هذا الانسحاب، هذه الدعوة من ناحية الخطاب السياسي، كيف تقيمها؟ ما معناها؟ يعني أنا أرى أنه التيار الصدري غير فاعل في إدارة الصراع وإدارة الحوار، وربما هو فقد كثير من أدواته، هو فقدها بل هو أعطاها لخصومه، على عكس الجهة الأخرى كانت متميزة في إدارة الصراع في من تاريخ الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات. وربما كانت كل الأدوات أو الأدوات كلها كانت بيد التيار الصدري، لكن هذه مفاجأة. هنا أحيانا يعني احنا كمحللين إذا دخلنا في التحليل أو في المعلومة أو في الاستنتاج، نقف أمامها عاجزين عن تفسير لماذا حدث هذا الشيء، لماذا قام التيار الصدري بإعطاء خصومه أداة من أدوات النجاح، طيب. ثم أعطاه أداة أخرى، ثم أعطاه أداة ثالثة. لكن الشيء الآخر، إذا تسمحي لي أكمل فكرتي بثواني قليلة، أيضا نسأل كيف التيار الصدري يستطيع أن يلم وضعه ويبدأ ويرجع بقوة أكبر من القوة السابقة. هذه جدلية قد لا نستطيع الإجابة عليها. نعم، طيب، هذه الأسئلة التي طرحتها سأنتقل بها إلى أربيل مع دكتور مهند. دكتور مهند، لماذا أعطى مقتدى الصدر، السيد مقتدى الصدر، هذا الكارت لخصومه؟ كيف تقرأ الخطاب الأخير؟ مساء الخير أستاذ علاء، تحياتي لجنابك وللأخوان الضيوف والسادة المشاهدين. صحيح ما تفضل به الأخي الدكتور غالب، يعني مسألة الصراع السياسي والانتقال يعني من مرحلة إلى مرحلة، بكل تأكيد باعتبار أنه السيد الصدر هو الأكثر دينامية في المشهد السياسي العراقي، قد يتعرض في بعض الأحيان إلى تراجع وإلى إقدام حسب المتغيرات الحاصلة، فضلا عن الضغوط الكثيرة التي سلطت على التيار وتحديدا من إيران، والتي وصلت حتى تهديد حياته، وأعلن ذلك في أكثر من مناسبة. لكن أتصور بأنه إذا أردنا أن نفهم الحالة الصدرية والتعامل مع هذه المتغيرات، علينا أن نعود إلى مرحلة ما قبل انتخابات 10/10/2021، أي بمعنى أنه السيد الصدر تعامل مع التغيير ومع مشروع الأغلبية السياسية كحالة مبدئية. هذه الحالة المبدئية دائما ما تفرض على القادة وعلى صناع القرار الالتزام بمواقف وعدم الخوض في مواقف أو التحالف مع جهات أخرى. طالما أنه السيد الصدر حدد استراتيجيته ومشروعه بأنه محاربة الفساد
ومحاربة التبعية وإنهاء التدخلات الإيرانية في العراق، وبدت واضحة، يعني هي كانت تصدر لنا من خلال عبارة لا شرقية لا غربية، لكن أتصور بأنه يعني حتى تقارير لمراكز ومؤسسات عالمية أشارت صراحة تفاصيل من السيد الصدر، وهذا الموقف الذي وضع نفسه السيد الصدر وضع نفسه ليس في خصومة مع الإطار كما كان في الأشهر القليلة الماضية من الانتخابات، إنما وصلت المسألة إلى أن يكون يعني الخصم الأكثر شراسة وقوة لإيران وكل نفوذها في العراق وإمكانياتها. بالتالي أتصور يعني من حيث توازن القوة السياسية والقوة المسلحة أكيد أنه الكفة تميل إلى الجانب الآخر، لكن الشرعية هي متمثلة بالتيار الصدري ومتمثلة بمن يعني ينسجم مع التيار الصدري ويتفق مع التيار الصدري بأنه معركة السيادة الوطنية هي معركة مع إيران. يعني بهذا المعنى دكتور مهند، هذا الخطاب هو انسحاب تكتيكي أم أنه انسحاب على المستوى الاستراتيجي؟ يعني هل يعني هذا مناورة من قبل السيد الصدر؟ هل هناك صفقة ما تمت ربما مع إيران أو ربما حتى مع ابن السيد علي السيستاني، هذا ما يقال في الخفاء، وأن هناك صفقة عقدت وبالتالي فرضت هذه الصيغة، فرضت هذا الخطاب؟ أستاذ علاء، على الرغم ما تحدث به السيد مقتدى الصدر يوم أمس، وأتصور بأنه يجب أن نقف عنده ونفصل ما بين الجانب الشرعي والجانب السياسي، لكن من غير الممكن لأي مراقب سواء كان في العراق أو خارج العراق أن يتخيل هذا الوضع السياسي والعملية السياسية بدون وجود السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري. هذا التيار تيار جماهيري، تيار له أهدافه وله مشروعه السياسي في إنقاذ العراق، أو يعني على أقل تقدير رؤيته السياسية في إدارة الدولة العراقية بجانب استقلالي. الأهم بهذا الموضوع ربما أكثر رصيد موجود لدى السيد مقتدى الصدر إضافة إلى جماهيره رؤاه السياسية في استقلالية العراق وحفظ السيادة الوطنية وسيادة القانون في الدولة. إذن حتى وإن ذكر السيد مقتدى الصدر يوم أمس بأنه اعتزل السياسة، علينا وعودنا صراحة السيد مقتدى الصدر بأن نبحث أكثر من مرة في تغريداته وفي تصريحاته، قد يكون يقصد الجانب الشرعي، أي بمعنى أنه هنالك جانب شرعي. وأنا حتى أختلف معك بهذه النقطة دكتور مهند، أنه يمكن هنا فصل الجانب الشرعي عن الجانب السياسي، وسأعود وأفصل بهذه النقطة، لكن اسمح لي الآن بالانتقال إلى السيد العقالي. سيد العقالي، أشار سيد غالب بأنه ربما يكون سيد مقتدى الصدر أو التيار الصدري غير فاعل في إدارة الصراع، هنا أنا أقتبس من حديثه تماما، وأنه فقد أدواته وأعطاها للجهة الأخرى. الجهة الأخرى الإطار التنسيقي، هل تعامل بمسؤولية مع هذا الحدث؟ هل قابل هذه الخطوة التي قال كثر بأن الصدر فيها حفظ الدماء بنفس الطريقة، أم أنه عمد إلى التصعيد والاستفزاز كما شاهدنا في البيانات الفردية الصادرة عن قادة الإطار؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية لك وإلى أضيف لك جمهور قناتكم المنقلب. أعتقد يعني التيار الصدري هناك فيه مشكلة كبيرة، هو أن التيار الصدري لا توجد لديه هيئة عامة أو نظام داخلي أو هناك مستشارين يكونوا يعني على مستوى الحدث وعلى مستوى المطالب التي يطلبها. أنا أتفق من حيث المبدأ مع التيار الصدري بمطالبه المشروعة، لكن الآليات للوصول إلى الأهداف لتحقيق الأهداف لهذه المطالب يبدو أنها مفقودة. وأعزز هنا يعني كلام أخي وصديقي الدكتور غالب، لذلك ألخص كلام الدكتور غالب وما يجري في التيار الصدري هو على شكل محطات. المحطة الأولى كانت هناك ما بعد انسحاب التيار الصدري بالتحديد، حتى نحصر مكانة يعني أو مكان الصراع ومكان الحديث والنقاش والتنبؤ للمستقبل ما يجري في العراق أزاء الصراع. التيار الصدري بعد انسحابه المفاجئ من قبة البرلمان كان هناك مطلب سياسي أزاء الإطار، أنه يجب سحب مرشح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني. هذا ماذا يدلم؟ على أن المطلب هو سياسي واتجاه الإطار. الإطار تماسك كثيرا بهذه المراحل بعد الانتخابات وحتى عند تشكيل البرلمان، وإلى حد الآن هو متماسك. من هذا التماسك للإطار
أدى إلى تفكك التحالف الثلاثي الذي كان يقوده التيار الصدري مع الديمقراطية والسيادة، أدى إلى تصدع داخل التيار الصدري في أمس وقبلها. فبالتالي لو كان مركز على المحطة الأولى أنه الصراع السياسي، كيف استنبط أن هذا أدى إلى تفكيك التحالف الذي كونه سيد مقتدى الصدر؟ يعني حتى السيادة وحتى الكرد كل البيانات الصادرة عنهم التزمت الحياد، ربما دعت جميع الأطراف إلى الحوار. لا، هذا موضوع آخر. أنا أتكلم هنا على الجانب السياسي والجانب التحالفات، أي أن التيار غير متماسك مع وجود، لكن لاحظ دكتور عقيلي، أنا سألت هنا عن السلوك السياسي للإطار بعد خطاب الصدر. البيانات الصادرة عن القادة وحتى بيان الإطار شكر الجميع لكنه لم يشكر السيد مقتدى الصدر، يعني في خطاب استفزازي وقفز على كل مطالب الشارع وعلى كل ما جرى وقال بأنه سيشكل حكومة خدمية. هل لهذا سقط 30 ضحية في العراق؟ هذا الخطاب هل هو بحجم الحدث؟ اللي تفضلتي به السؤال الثاني، أنا لم أكمل الإجابة على السؤال الأول، دعيني فقط أفسر أشرح لك السؤال الأول ومن ثم أنتقل للسؤال الثاني كي يستفيد الجمهور ويستفيد الآخرون. التيار الصدري انتقل من مرحلة المطالبة السياسية مع الإطار التنسيقي إلى تحشيد الجمهور، والإطار التنسيقي شعر أن هذه الاعتصامات والتظاهرات من قبل الجمهور الحزبي المحرك من قبل التيار الصدري هو موجه له، فبالتالي أصبح التحشيد بالمقابل. عندما عجز التيار الصدري بمطلبه السياسي بتنحي السيد السوداني أو سحب مرشحهم السيد السوداني، الإطار انتقل إلى السقوف للمطالب التي هي أعلى والتي هي غير معني بها الإطار بقدر ما هي معني بها المؤسسات الدستورية. على سبيل المثال، طالب السيد الصدر بحل البرلمان، بانتخابات مبكرة، بتعديل الدستور، بتغيير النظام السياسي، بمحاسبة الفاسدين والمفسدين. من معني بهذه المطالب؟ قطعا المعني بها المؤسسات الدستورية، القضاء، البرلمان، الحكومة. نجد أن الرئاسات الأربعة باجتماعاتها دعت التيار الصدري للاجتماع معها، لكن كانت هناك رفض للحوار مع الرئاسة، ومن ثم تطور الموقف بالمطالب إلى أن التيار الصدري يريد والسيد مقتدى الصدري جميع الكتل السياسية، جميع الأحزاب التي سبق وإن اشتركت في العملية السياسية عليها ألا تشترك مستقبلا، وهذا عهد وميثاق يكون به. أي أن المشكلة خارج نطاق الإطار، أصبحت جميع الكتل السياسية المشتركة، مما أدى إلى تعقيد المسألة عليه. ومن ثم تدخل الجانب الديني الذي القشة التي قسمت ظهر التيار الصدري، وذلك ببيان السيد المرجع الحائري باعتزاله المرجعية، أدى إلى أن يكون هناك انكفاء سياسي من قبل السيد مقتدى الصدر، مما فهمت الرسالة من قبل الجمهور التيار الصدري وسرايا السلام على أنه إيذان وضوء أخضر بالانطلاق نحو المؤسسات الحكومية، وحصل ما حصل. إذن أعزز فكرة السيد غالب أن إدارة الصراع وإدارة المشكلة وإدارة المطالب لم يجيدها التيار الصدري، والآن هناك تصدعات سياسية وتصدعات عسكرية داخل سرايا السلام والتيار الصدري لحد الآن ارتدادات ما حصل يوم أمس. فبالتالي هناك للإطار التنسيقي عليه أن يمتص هذه الحالة ويدعو إلى الهدوء، وذلك بتشكيل حكومة مقبولة لدى الجمهور العراقي والشعب العراقي. حكومة أولاً تقر موازنة إلى البلاد، وأن السيد الحلبوسي أقر بأن البلاد ما ممكن أن تكون يمضي عامان ولم تكون موازنة هناك للبلاد. ثانياً، ما ممكن أن تمضي العملية السياسية بدون حكومة وحكومة انتقالية، لابد أن تكون حكومة هناك منتخبة وحكومة شرعية تنتج من البرلمان. بالتالي باعتقادي المحكمة الاتحادية سوف لن تفتي بحل البرلمان، لأنها ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص البرلمان من يحل البرلمان. فالإطار التنسيقي هو الآن خارج هذا الموضوع بقدر ما هي المسؤولية على الآن على الأخوة. طيب، تحدثت سيد عقيلي، أعطيتك الفرصة الكاملة، تحدثت عن سلوك التيار الصدري، لكنك ربما يعني لم تعطي سؤالي المساحة المطلوبة. أنا كنت أريد أن أتحدث عن رد الإطار. اليوم تحالف النصر يطرح مبادرة،
التيار الصدري يتهم الإطار بأنه لن يوافق عليها. هذه المبادرة تقتضي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. معنى الحديث الذي تتفضل به بأن الإطار لا يفكر بذلك، وإنما يريد أن يرشح شخصية حكومية، وربما هو أصلاً متمسك بشخصية السودانية التي جرى عليها خلاف سابقاً، وكأن ما جرى لم يجري. سيدتي، الإطار التنسيقي الآن في الوهلة الأولى ذاهب باتجاه التهدئة، والتهدئة الآن حاصلة. المرحلة الثانية هي الحوار. هل تكون هناك جلسة للبرلمان؟ الجلسة هي من تحدد شكل الحكومة المقبلة. هل حكومة لمدة قصيرة 6 أشهر أو سنة حتى تكون حل البرلمان وانتخابات مبكرة؟ هذا لا يقرره الإطار بنفسه. هناك شركاء سياسيين من الكرد ومن السنة، ورئيس مجلس النواب باعتقادي لا يوافق على حل البرلمان. فلماذا تعقل برأس الإطار؟ والإطار لاعب سياسي ماهر، ما ممكن أن يضع نفسه في هذه الزاوية الحرجة. جميل. دائما يبعد الكرة عن ملعبه ويريد الاتفاق والتوافق من قبل جميع الكتل السياسية. طيب. لكن الكرة ليست هي فقط في ملعب الإطار. إذا كانت الكرة في ملعب الإطار، خلاص الإطار يشكل حكومة لوحده ولم تشترك فيه باقي المكونات السياسية وتكون حكومة شاملة، وهذا ما لا تقبل به باقي المكونات. ولا أعتقد من الإنصاف والتوازن أن تكون هكذا حكومة في بلد تكون فيه مكونات سياسية عريقة. طيب. يفترض. سأنقل هذا الكلام إلى سيد غالب. سيد غالب، التيار الصدري انسحب من البرلمان، وسيد مقتدى الصدر بلسانه قال بأنه اعتزل الحياة السياسية، وحتى في معرض الخطاب عندما سأله صحفيون عن بعض المواقف وعن المشهد السياسي قال أنه لا دخل له بالسياسة. والإطار كما يتفضل ضيفي العقيلي ليس هو المكون الوحيد، والآن يجب الاتفاق على شخصية حكومية ويجب عقد جلسة البرلمان، وكأن ما حدث لم يحدث. هل هكذا ربما يعني هل يمكن فعلا أن يتم القفز عن كل ما جرى؟ شوفي سيدتي، من مواصفات الحكام أو الحكم السلطة في الدول النامية أنهم لن يصلوا إلى الحكم دون ذبائح وضحايا. يعني هذه الشهداء اللي سقطوا الآن يفترض أن لا نقابلهم بالهلاهل والفرح، لكن للأسف الشديد كارلوس منعم كارلوس رئيس الأرجنتين حكم 70 سنة، لأنه في عهده فقد 30 مواطنا. إذن القضية أكبر ما تتوقعين للأسف الشديد. يعني لم يعد الدماء تحترم في العراق بغض النظر، وتكلم عن الدماء التي سقطت من كل الأطراف، لا تكلم عن جهة دون جهة. يفترض اليوم أن تنصب المآتم والجوامع تؤذن، وبعد ذلك نفكر بتشكيل حكومة. البيان الذي صدر من السيد مقتدى الصدر كان يفترض أن يقابل بردة فعل إيجابية، ولو قوبل بردة فعل كما صدرت من السيد هادي العامري والسيد حيدر العبادي ولم تصدر بيانات أخرى متشنجة، لكان الأمر اليوم منتهي والاتفاق سائر ولا تحشيد من جديد. لكن للأسف الشديد القضية قضية لي أذرع، وقضية إثبات الوجود في الميدان. أما ماذا كنتم تتوقعون؟ ماذا كان يتوقع السيد مقتدى الصدر؟ يعني كان يتوقع أن يطرح الإطار مبادرة حل البرلمان؟ يعني الأساس دعينا عن التيار الصدر، نحن كمراقبين كنا نتوقع أنه ستقابل هذه المبادرة بمبادرة أخرى أو بكلام آخر من الإطار فيه شكرا كبيرا وثناء، وليس كلمات في خطاب كان متشنج جدا، وهو حتى محط احتراض من قبل بعض الأخوة في الإطار التنسيقي. لذلك اللي يفكر في بناء بلده لابد أن يتجاوز هذه العقدة وهذا الشخصنة وهذه الكلمات اللي تضيف للمشهد أكثر تعقيدا. يا سيد غالب، نحن نتحدث سياسة، يعني أنا أريد أن أسأل في سقوط دماء أنا أريد أن أسأل بالمنطق السياسي. التيار الصدر منح كل أوراقه للطرف المقابل، انسحب من البرلمان، كرر وعاد مرة بعد مرة بأنه يريد أن يعتزل السياسة، دعوه للحوار سابقا رفض، طالب بسقف أعلى، ثم ضرب كل ذلك عرض الحائط. لماذا يتنازل الطرف الآخر؟ بعيدا عن التنازل، ذكرتي كله صحيح، أتفق معك، لكن يعني هل فقدنا الحلم أنه يعني نختار كلمات
جيدة إيجابية بسيطة سهلة على القلب أن نقولها في أدبياتنا ونحن جهات سياسية حزبية، وأقصد هنا الإطار. يعني ما الفارق بين السيد هادي العامر والعبادي والآخرين؟ لماذا لم تكن هذه الكلمات نفسها؟ أنت تعرفين هناك ضغوط جماهيرية لجمهور التيار الصدر تفرض رؤيتها على التيار الصدر، على السيد مقتدى الصدر أحيانا. اليوم الجمهور التيار الصدر فيه غضب كبير، ولقاءات الآن صار يومين ثلاثة لقاءات كبيرة بين السيد مقتدى وقادة السرايا وقادة التظاهرات، وبالتالي هناك إشارات واضحة بأن التيار الصدر ربما سيعود مرة أخرى لفعاليته، وهو سيعود لأننا تابعناه في 2006 و7 و8 و14 دائما يتراجع قليلا ثم يتقدم بخطوات أكثر، هذه هكذا رأيناها. ولكن أكرر أنا وجهة نظري، إدارة الصراع هنا في التيار غير ناجعة، إدارة الصراع لدى الإطار جيدة، لكن الإطار إدارته للبناء غير جيدة، يعني يفقد الإدارة للبناء. هو متميز في الصراع وإدارة المعارضة، لكن غير متميز في البناء. طيب. التيار الصدري ربما يختلف إذا أنه صانع الأحداث، أنه يصنع الجمهور، لكنه في إدارة الصراع لم يكن بمستوى الإطار. طيب دكتور مهند، أريد أن أسأل عن مسألة المحكمة الاتحادية التي أشار إليها ضيفي سيد محمد العقيلي بأن مسألة حل البرلمان ليست منوطة بها المحكمة الاتحادية، هل هذا صحيح؟ يعني من الناحية الدستورية ويجب أن يجلس الجميع وأن يقرر البرلمان بأنه سيحل نفسه؟ يعني بثواني معدودة أستاذ علاء قبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن يعني أضيف على ما تفضل به الأخوين فيما يتعلق بمسألة التوازن التماسك بين الإطار والتيار. أتصور بأنه حتى الآن لا تزال النظرة أو يعني اعتبار أنه هذا التراجع هو نصرا للإطار التنسيقي وتجاوزا على الأزمة الحقيقية، أزمة الدولة وأزمة الدستور في العراق، ونترك كل هذه المسائل ونذهب باتجاه تشكيل الحكومة. بصراحة نقول بأن وحدة الإطار التنسيقي هي لم تأتي من تماسك قوى الإطار. نتذكر ووسائل الإعلام نقلت بأن هنالك رسالة وجهت من قادة الإطار التنسيقي فيما يتعلق بتحالفهم مع الصدر دون ائتلاف دولة القانون إلى السيد الخامنائي، والخامنائي رفض ذلك وأكد على الحفاظ على وحدة الإطار. إذن هنالك فتوى من علي خامنائي إلى قادة الإطار بأن يعني يبقون متماسكين. فضلا عن ذلك، المعطيات التي لاحظناها خلال الأشهر القليلة الماضية أظهرت بشكل واضح حالة الانقسام الحاد، وحتى الآن وحتى اللحظة تصدر بيانات متعددة فردية، والبيان الموحد لا يشير إلى ما موجود في البيانات ودون خارطة طريق موحدة. إذن لا يمكن اعتبار أنه الإطار التنسيقي متماسك وأنه تماسك تفوق على تحالف الصدر وأنه الأجدر بتشكيل حكومة. فيما يتعلق بسؤال جنابك، أتصور بأنه أيضا الحديث عن القيود الدستورية والمعطيات الدستورية هو يندرج ربما في حالة عدم تقدير الأزمة الحالية. صحيح دستوريا المحكمة الاتحادية ليس من صلاحياتها حل البرلمان، ومبدأ الفصل بين السلطات موجود في الدستور العراقي، وأنه الآن في ظل هذا الوضع يعني حسب الدستور إما السلطة التنفيذية التي تمتلك هذا الحق وبموافقة مجلس النواب أو بطلب من البرلمان، لكون الحكومة والسلطة التنفيذية يعني سلطة تصريف أمور يومية فليس من حقها هذا. إذن المسألة منوطة بالبرلمان نفسه. إذا تحدثنا بالأطر الدستورية الجامدة، لكن أمام أزمة الوطن وأمام يعني الترجيحات لصدام مسلح، ووصلنا إلى صدام مسلح لمدة 24 ساعة لولا تدخل السيد مقتدى الصدر، وهذا تراكم أزمة، تراكم صراع سياسي، تراكم لتجاهل للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها العراق. ولا يزال مطلب حل البرلمان موجود من قبل السيد مقتدى الصدر، وبدأ يعيد تنظيم أموره وتخلص من القيد المرجعي أو القيد الشرعي كما أكد وزير الصدر يوم أمس. إذن أمامها هكذا تحديات، ولكون المحكمة الاتحادية نظرت في سؤال السيد رئيس الجمهورية حول استمرار يعني منصبه في الرئاسة في شهر شباط الماضي، أشارت المحكمة بشكل واضح وصريح إلى ضرورات المصلحة الوطنية دون إشارة إلى مادة دستورية يعني نص عليها الدستور. إذن في ظل هكذا تحديات، أعتقد بأنه روح الدستور
والسلامة العامة للبلاد والسلامة الوطنية والحفاظ على الدولة من الاندفاع إلى صدام مسلح لا سمح الله كما حصل وقد يخرج عن السيطرة، أتصور بأنه السلطة القضائية أو سلطة القضاء الدستوري يعني تتصدر أولوياتها مسألة الحفاظ على الدولة وموازنة الالتزام بالدستور أم بقاء الدولة. صراحة أتصور وبكل صراحة أقول أنه هذا النظام السياسي بات خصما للدولة، خصما لوجود العراق. استمرار سياسات المحاصصة والتوافق وبه هكذا أجواء ويعني تماسك النظام أو الإصرار بقوة السلاح، طبعا بقوة السلاح على عدم تحديث نفسه وعدم إصلاح نفسه ولجوء الطرف المهم والرئيسي والفائز في الانتخابات أيضا إلى آليات من خارج النظام. ربما من يسمعنا دكتور مهند يقول بأن المسألة ليست مسألة دستور وإنما مسألة طبقة سياسية، مسألة سيطرة إيران على بعض القوى داخل العراق. حتى مسألة خطاب الصدر هناك من يقول بأنها كانت تحت ضغط إيراني، وعودة على مسألة أن الديني والسياسي ينفصل بهذه الحالة، لكن ثمة من يقول بأنها صفقة، بأن محمد رضا السيستاني عرض على سيد مقتدى الصدر صفقة بعد أن ضغطت عليه إيران في مسألة الحائري. يعني قد يكون هذا الوضع هو يعني متداول، لم تصدر بيانات رسمية من مكاتب المرجعيات لإيضاح ذلك، لكن أتصور بأنه حتى ورقة الحائري عندما اعتزل سياسيا هي كانت رسالة سياسية. بيان الاعتزال من السيد الحائري لأسباب صحية، لو كانت فقط للأسباب الصحية أتصور لكان خلا من يعني الوصايا السياسية والإشارة بشكل ضمني إلى السيد مقتدى الصدر، وحتى السيد الصدر أشار صراحة وأكد على أنه هذا بيان عزل وليس بيان اعتزال. من جانب آخر أتصور بأنه هذه الورقة التي لجأت إليها إيران والتي يعني أرادت من خلالها الإجهاز الكامل على السيد مقتدى الصدر الذي ظهر على الإعلام على وسائل الإعلام يوم أمس، أعتقد بأنه هذه الورقة قد استوعبت من قبل التيار الصدري وتم امتصاص ضغطها من قبل التيار الصدري، وأعتقد بأنه التيار الآن هو متحرر من أي ضغط أرادته إيران. وتأكيد ذلك بأنه البيان اليوم، بيان الوزير أو تغريدة الوزير كانت واضحة بتحميل إيران مسؤولية ما يحصل في العراق. طيب. وضرورة لجم قوى الإطار، وقال بأنه سيعتزل السياسة، قامت الدنيا ولم تقعد، ثم في اليوم الثاني عاد وأمر مريدي بأن ينسحبوا من الشارع. سأتحدث عن ما بعد هذه المرحلة، لكن بعد هذه المادة التي تشرح انسحاب الصدر من العملية السياسية في العراق، في أوقات سابقة 7 مرات انسحب الصدر من العملية السياسية، نتابع هذه المادة ثم نعود للنقاش. أهلا من جديد. بالعودة إلى ضيوف كرام، سيد غالب الدعمي، في البيان الأخير لما صار يتعارف عليه بأنه وزير الصدر، حذر إيران وقال لها بأن تكبح جماح أذرعها في العراق، وفيما بدا أنه خطاب تصعيدي، عودة للتصعيد مرة أخرى، هل هذا يعني بأن الصدر يتراجع عن انسحابه في العملية من العملية السياسية كما حدث 7 مرات سابقة، ومسألة الحكومة لن تمر كما يظن الإطار التنسيقي؟ يعني قبل مغادرتي، لأن عندي التزام حسب ما بلغت، أقول لك أن السيد مقتدى الصدر سيبقى لاعبا وهو صانع للأحداث، والجهة السياسية والشخص الوحيد في العراق هو يصنع الأحداث
ولا يمكن أن يتخلى من العملية السياسية. كما قلت لك هو كلاعب الزانة يتراجع ثم يتقدم بخطوات أكثر، لكن بشكل أو بآخر استمرار المشهد الدموي بالعراق ليس في مصلحة الشعب العراقي. يفترض أن تكون هناك ناس لا تدير الصراع، لو إنما تدير النجاح وتدير البناء. البناء في العراق أعتقد إدارة الصراع متميزة، ليل أذرع متميز، الفوز والحديث بين الفرقاء بلغة العشائر وليس بلغة الدولة. نفقد الدولة وبنائها، الدولة مفقودة منذ سنوات طويلة. شكرا جزيلا. نعم شكرا لك يا سيد غالب الدعمي. لديك التزام بالانتقال إلى دكتور مهند. دكتور مهند، ما هو المشهد المقبل؟ هل سيحل البرلمان أم أن الإطار سيتمسك بخيار تشكيل الحكومة وربما طرح شخصيات أخرى غير السوداني؟ يعني أعتقد بأنه على الجانب الدستوري والجانب القانوني ننتظر قرار المحكمة الاتحادية، هل ستنظر إلى روح الدستور وتراعي يعني المبدأ الذي اعتمدته سابقا، أو أنها تلتزم هذه تقديرات السادة القضاة في المحكمة الاتحادية. أما على الجانب السياسي، أتصور بأنه حتى الآن قوى الإطار تتعامل مع انسحاب السيد مقتدى الصدر من البرلمان ومن الخضراء على أنه فرصة يجب أن تنتهز بالسرعة الممكنة وملء الساحة وتشكيل الحكومة. وهذا أتصور بأنه يعتبر الخطأ الكبير. يعني تحدث السادة الضيوف حول مسارات الصراع وإدارة الصراع بين الجانبين، لكن السؤال المهم الآن لنفترض بأنه الإطار حقق مكسب على التيار الصدري، ماذا بعد؟ هل ستشكلوا حكومة؟ هل عالجتم المشاكل الحقيقية في العراق؟ هل أنه المشاكل الأساسية والتحديات الأخطر في العراق التي نعاني منها هي تنبع من التيار الصدري أم من قوى أخرى أم من القوى المتمثلة بالإطار؟ وأتحدث هنا بشكل دقيق عن السلاح السياسي الموظف لخدمة أذرع إيران ولخدمة السياسة الإيرانية في العراق. هذا من ينتهك السيادة، هذا من يهدد السلام الوطنية، وهذا السلاح الذي يعني يحاول أن يسيطر على القرار السياسي في العراق. ما هي رؤى وما هي تنازلات الإطار التنسيقي فيما يتعلق بالسلاح؟ هل ستشكل حكومة و يعني تأمر أتباعكم بترك العمل السياسي، العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي كما حصل أيضا في فترات سابقة، وتحديدا منظمة بدر أشارت في مرحلة سابقة تصور في عام 2004 إلى ترك العمل المسلح والانخراط بالعمل السياسي؟ إذن أتصور بأنه الإطار عليه لا يعتبر هذا مكسب ولا ينتهز الفرصة، لأننا ندرك جيدا فيما يتعلق برؤاهم في كل هذه التحديات التي يعيشها العراق. هم يتحدثون عن حكومة خدمية، طيب العراق بعد 19 سنة وبميزانيات بمليارات بمئات المليارات من الدولارات وتحت أيدي حكومات الإطار التنسيقي لن تقدموا خدمات إلى العراقيون، وهل العراقيون هم بحاجة إلى خدمات فقط أم بحاجة إلى كيان الدولة ومتطلبات العيش الكريم في طيب البلاد؟ يعني كنت أريد أن أسأل هذه الأسئلة لضيفي سيد محمد العقيلي لكنه غدرنا لا أعرف السبب. سأبقى معك دكتور مهند. دكتور مهند، يعني حتى لو أصر الإطار على خياره في تشكيل الحكومة وربما رشح شخصية أخرى توافقية، في حال لم يرضي ذلك التيار الصدري وهو الذي سيعود للمشهد غالبا كما أشار ضيفي سيد غالب الدعمي وكما تشير المؤشرات السابقة في حياته السياسية، وكأن العراق واقع على طبقة من نار، يعني هو على صفيح ساخن، ما الذي يضمن ألا تنزلق الأمور مرة أخرى، خصوصا وأننا اليوم إزاء تهديدات من قبل شخصيات سياسية أخرى منها رئيس الوزراء بترك المشهد السياسي أيضا والاستقالة، وهناك تهديدات حتى من سيد رئيس الجمهورية، بالتالي المشهد إذا تصاعد في الفترة المقبلة سيكون أسوأ. إذا نتحدث في شق التيار الصدري، أتصور بأنه حتى ما ذكره السيد الصدر يوم أمس بأنه الأمر الانسحاب صدر لتحول الاحتجاج إلى مسلح، وأشار أو خرج عن السلمية وأشار أيضا إلى احتجاجات تشرين. إذا من المرجح جدا إذا استمر الإطار بنواياه تشكيل حكومة دون حوار حقيقي أو دون ضمانات حقيقية
من قبيل حل البرلمان أو على أقل تقدير انتخابات مبكرة، فأتصور بأنه الصدريون هم أقرب إلى الشارع وربما خلال أيام أو أسابيع قليلة، وهم يعرفون كيف ينتظم الصدريون وكيف يخرجون وكيف يتم إعادتهم. المشهد على مستوى الشارع لا أتصور بأنه انتهى، والأكثر من ذلك يعني أنا أتصور، وأيضا هنالك معلومات تم تداولها في فترة سابقة، بعض التحالفات التي حصلت ما بين قوى تشرين والتيار الصدري، ومن الممكن أن ترسم خارطة تحالف بين تشرين والتيار الصدري، وآنذاك أتصور بأنه ستتسع رقعة الاحتجاج وستعطل مؤسسات الدولة مرة أخرى. واليوم لدينا كما تفضلتي تهديد من القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء بترك المنصب، النوايا السياسية أو القوى السياسية الأخرى هي أيضا تتحدث عن أنه مسألة عقد جلسة البرلمان هي ليست مسألة طبيعية دون اتفاق سياسي، هذا أيضا صدر يوم أمس بأنه الموظفين المجلس النواب يباشروا أعمالهم، لكن عقد الجلسات هو بحاجة إلى اتفاق سياسي. كل هذه الاحتمالات هي واردة وهي الأرجح. بالمقابل الإطار يتحدث عن تشكيل حكومة وعن استحقاق انتخابي أو استحقاق دستوري، لأنه بصراحة أستاذ آلاء يعني يعتقدون أنه من الممكن علاج أي مشكلة بقوة السلاح. التصريحات التي صدرت عندما بدأ الصدريون اعتصامهم حول مسؤولية الدولة وتحميل الحكومة، أي بمعنى أنهم يعتبرون النموذج الأمثل للتعامل مع الاحتجاجات هو نموذج عادل عبد المهدي الذي اقترف جرائم ضد الإنسانية بحق تشرين، وهم يحملون حكومة السيد الكاظمي تعطيل مؤسسات الدولة لأنه لم يستخدم أساليبهم في فضل الاحتجاج، وأثبتت هذه الإدارة ناجحة حتى المؤسسات الأمنية لم تنخرط في الصدام المسلح يوم أمس. إذا المشهد أيضا مرجح للتصعيد في الأيام المقبلة بالعراق في حال فشل هذه الاتفاقات السياسية التي جرت في اليومين الأخيرين. دكتور مهند الجنابي أستاذ في العلاقات الدولية كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيوفي الذين كانوا معي، سيد غالب الدعمي الباحث والأكاديمي السياسي، وأيضا شكري لسيد محمد العقيلي رئيس المجموعة الدولية للأبحاث والدراسات كان معنا من بغداد. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.